السلام عليكم. اليوم انا وبنتي غنحضروا معكم الكريب. كيجيو زينين بزاف هكا مع السكر ولا الشوكولا والفروي اللي بغيتوا ديروا معاه. بلا ما نتعطل عليكم ندوزوا التحضير، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين. بالنسبه للمقادير على حساب 8 ولا 9 ديال الكريب، خاص لينا 125 غرام ديال الفرينه، رشه الملح، جوج بيضات، 250 ملل ديال الحليب، واحد شكاره فاني، واحد معلقه صغيره ديال السكر، واحد الاناء نديرو فيها الفرينه، نزيدو عليها الملح، السكر، كل سكر فاني، نخلطو، ندير واحد الحفره في الوسط ونديرو فيها البيض ونبدا نخلطو بشويه بشويه. في هذه المرحله غادي نعاونها شويه حيت هذه مهمه باش ما دير قنبله عبابس. خاصكم تبداو تخلطوا البيض في الوسط كما كانت بنتي، وشويه بشويه تبقاو تدخلوا معها الفرينه بلا ما تريدوا، حتى تدخلوا كاع داك الفرينه وتحصلوا على واحد العجين. وتما عاد اللي تزيدوا شويه ديال الحليب وتبداو تخفوها بسرعه. دروك نخلي بنتي تكمل. نبقاو نزيدو الحليب شويه بشويه تدخل في العجينه مزيان. ونكبو كاع داك الحليب اللي باقي، نخلطو، نزيدو معاه شويه ديال الزبده مذوبه، نخلطو، نديرو المقلاة ديال الطحمة على النار مجهدة، ونجيو نديرو مغرف ديال العجين في الوسط، نقادوها بسرعة كما هكا، نخليها تتنشف وتبدا تحمر، نقلبوها، نخليوها تكمل تيها من جهة أخرى على مدة صغيرة ما توصلش حتى دقيقة. الكريب ديالنا واجدين. أنا وبنتي كنقول لكم بون أبيتي، والموعد الأربع الجاي على حساب واحد الكوتي جديد. إلى اللقاء.